السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم بتكلم عن تجربتي مع البي 60 برو، أحدث هواتف شركة هواوي. راح يتم إصداره بشكل رسمي إن شاء الله في السوق السعودي، وأكيد الأسعار والتوفر والنسخ إن شاء الله راح تكون موجودة في خانة الوصف، يا ليت تشيك عليها. طيب، فكرة الهاتف البي سيريس إنه يهتم لك في موضوع التصميم، وإنه بشكل جميل جدا لدرجة إنه فعلا ملفت للانتباه، بعطيك مثال بعد شوي، وانه بنفس الوقت راح يعطيك الاداء اللي انت تحتاجه لمهامك اليومية مع كاميرا مميزة. طيب، البي 60 برو متوفر من عدد، لكن انا الصراحة بقول لك اياها بدون لف واي دوران، خذ هذا ما ادري اسميه لون باترن، انا الصراحة ما اعرف ايش الصراحة اللؤلؤي هذا الجميل، هذا مسمى صراحة اسمه طويل شوي، لكنه من كثر ما هو مميز اي نفس لون اللي انت او هذا الديزاين اللي انت ماخذه، لو خذيت من نفس اللون تلقى الباترن حقه او اللمسات الموجوده في الجهه خفيه مختلفه تماما عن ما هو موجود في جوالي. فشيء يعني يبين لك قد ايش الشركه تعبت في موضوع التصميم وجوده التصنيع. الجوال كله على بعضه يجي بسماكه 8.3 ملم و200 جرام، يعني هذا سماكه وزن ممتاز على الجوال. ايضا يدعم لك الاي بي 68 اي ار، سماعتين نظام ستيريو، ازرار تعمل بشكل ممتاز، بصمه موجوده على شاشه الهاتف، يعني لاحظ حتى التفاصيل البسيطه انه منحني في الجهات الاربعه للشاشه، واللي ايضا يستخدمه موجود في الميت 50 برو الكونلن جلاس، اللي تقدر تقول انه يتحمل لو قد يعني لا قدر الله طاح منك يقدر يتحمل الضربة هذه. فموضوع التصميم، موضوع جودة التصنيع، ابدا ما راح تشك فيه نهائيا انه بجودة مش مقبولة، لا ابدا. البي 60 برو جميل جميل جدا، والصراحة انا شفت الالوان حقتها، لكن هذا يعني ما اعتقد انه يعني في شيء منافس له في موضوع الديزاين. الشاشة الخاصة بهذا الهاتف هو 6.67 انش، هذه الشاشة LTPO، مما يعني انه ممكن يوصل الى 120 هرتز، من 1 هرتز الى 120 هرتز، فمتى ما احتاج انه يكون في 120 هرتز يعطيك الكونتنت اللي يدعم لك ال 120 هرتز، او يكون اقل شيء بحيث انه يستهلك بشكل ممتاز موضوع البطارية. الجهاز يملك شاشة جميلة مع صوتيات ممتاز، وهذا اللي يعزز موضوع السماعتين بنظام ستيريو، فانت تستمتع في موضوع التصفح، تستمتع في موضوع المالتي ميديا، تستمتع في موضوع الجيمينج، امورك جدا ممتازه. المعالج سناب دراجون 8، طبعا هذا المعالج بلس الجيل الاول، طبعا يدعم لك الجي بي اس، البلوتوث، واي فاي 6، كل التقنيات اللي تحتاجها. للامانه مع الايموشن يو اي 13.1 ما عمري واجهت مشكله في موضوع الاداء، كل شيء كان يعمل بسلاسه تامه، كل شيء كان يعطي. لعبت سبلت 9 حتى على اعلى الاعدادات الجرافيكس له، وكان موضوعه تمام ممتاز جدا. لا تنسى انه بداخل الصندوق راح تاخذ كل شيء انت تحتاجه بما فيها غطاء خلفي، وراح تاخذ برضو، سوينا فيديو انبوكسنج له اذا حبيت تشوفه فهو موجود، لكن راح تاخذ شاحن مجانا بوجود بداخل الصندوق يعطيك 88 واط مع دعم للشحن اللاسلكي بقوه 50 واط. فعندك كذا خيار في موضوع الشحن من ناحية الشحن السريع سواء لاسلكي أو لاسلكي. لكن أرجع شوي في موضوع النظام. النظام طبعا راح يعطيك الاب جاليري، راح يعطيك الواجهة اللي تقدر تعدل فيها كثير من الخيارات بما فيها حتى الوصول إلى تطبيقات من الطرف الثالث إذا حبيت تحدثها، فكذا بطريقة ممكن تسويها سواء بشكل رسمي من الاب جاليري أو بشكل غير رسمي، فالموضوع يعتمد عليك كليا في وش اللي قاعد تبحث عنه في التطبيقات. لكن برضو يعني البطارية 4800، فتعتبر البطارية ممتازة، لأنه صراحة على حجم هذا الهاتف ما عنده مشكلة يصمد معك لنهاية اليوم. لكن اللي أبغى أركز عليه كل هذا على جنب، وموضوع الكاميرا جنب، لأنه سووا انفستمنت استثمار على مدى جدا كبير في موضوع الكاميرات، ال 48 ميجا بكسل الترا لايت. موضوع الالترا لايت يعتمد على المعالج اللي حاطينه جوا في هذا الجوال، لانه يعمل دور جدا مهم في الصور وايضا في الفيديوهات، سواء كنا نتكلم عن البورتريت حتى او حتى في النايت سيلفي او التصوير الليلي او حتى الموشن او حتى الخصائص الثانيه فيما يخص بما السوبر ماكرو، والسوبر ماكرو جدا ممتع يا اخوان، جدا جدا ممتع، يعطيك مدى جدا قريب للشيء اللي انت، يعني هذا الضفدع السام ما اقدر اقرب منه لانه ما
هو من النوع اللي تلعب معه نهائيا، الا انه استخدمت السوبر ماكرو وكذا تاخذ منه صور قريبه يعني. المشروب خذيت الجينجر ايل وكان معطيني وول بيبر رهيب الصراحه، ورق حائط ممتاز. فالشاهد بالكلام انه تستمتع بالصور والفيديوهات من خلال هذا الهاتف المحمول. لكن عموما نرجع شوي انه 13 ميجا بكسل الترا وايد، يعني تمنيت يكون في اوتو فوكس لدعم الماكرو، لكنه بما انه الكاميرا الاساسيه قاعد تشتغل الشغل هذا الاساسي في الموضوع فاموره تمام جدا. والتليبوتو يعطيك 48 ميجا بكسل مع المثبت البصري، فهذا شيء ممتاز، يعطيك مدى زوم جدا عالي. فخذينا بعض الصور برضو في مساله الزوم، عطنا رايك. هذه الصور اللي قاعد نعطيك اياها الان عطنا رايك. خذينا صور سيلفي من خلال 18 ميجا بكسل برضو، فبرضو انت الحكم، فعطنا رايك في خانه التعليقات. الجوال الصراحه ممتع جدا جدا ممتع الصراحه، فمسوين عليه باكج مميز، اذا حبيت روح شيك عليه. وللامانه يعني شغل نظيف، شغل نظيف يعني الصراحة. بي 60 برو من الأجهزة الجميلة جدا، واللي فعلا فعلا راح يشد انتباهك، أنا أضمنك أنه راح يشد انتباهك، ولو رحت شفته بنفسك راح تأكد كلامي 100%. أعطونا رأيكم في خانة التعليقات، وش رأيكم في البي 60 برو؟ أشوفكم خير إن شاء الله، مع السلامة.